أثارت تصريحات وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالأمس جدلا حول دور القوات المسلحة وموقفها من مظاهرات 30 من يونيو. بيان السيسي أكد وبشكل واضح أن الجيش لن يقف صامتا أمام المخاطر التي تهدد الدولة، داعيا القوى السياسية لصيغة تفاهم وتوافق ومصالحة في فترة مدتها أسبوع من الآن، أي قبل مظاهرات 30 يونيو. حول تصريحات الفريق أول عبد الفتاح السيسي يدور هذا النقاش مع ضيفي هنا في الاستوديو، اللواء محمود زاهر الخبير السياسي والاستراتيجي وضابط مخابرات سابق، أهلا بحضرتك. أهلا بك. ودكتور محمود صدقي الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بحضرتك. ولكن قبل أن نبدأ النقاش نستعرض أهم ما جاء في بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي. الرحمن الرحيم. سياق واحد له أطر معينة يا أستاذ ضحى. السياق العام هو الأمن القومي المصري برؤيته الشاملة والدقيقة، سواء كانت حدود سواء كانت مقاومة استهدافات دولية أو إقليمية أو داخلية، استقرار نقطة هامة جدا، عدم الوصول إلى مرحلة الفوضى. وهذا خط، ده بقى اللي بنسميه خط أحمر بجد، أمن قومي بنظر إلى أن أنا ما وصلش في البلد إلى نسبة الفوضى. من هنا طلع الجيش وبدأ يتدخل بحسم، بيقول الوضع اللي حاصل دلوقتي هيدخلنا في نفق مظلم، أي هيوصلنا لمرحلة عدم الرؤية، أي عدم الاستابيليتي أو عدم الاستقرار، وهي الفوضى. حالة الفوضى بدأ يتدخل بحسم، يعني هل التصريحات دي رسالة واضحة بأن الجيش سيتدخل؟ رسالة في منتهى الوضوح بتقول أنا في الأطر العامة سياسة خارجية وسياسة داخلية ومحاور أمن قومي ومواقع أمن قومي داخليا أنا مسيطر، ولكن الحركة السياسية الداخلية والتفاعل السياسي الداخلي بتنظيماته بتكويناته بما فيه من مفارقات بما فيه من تباينات بما فيه من كذا، هذه مسؤوليتكم واشتغلوها. لو وصلت هذه المسؤولية السياسية والتفاعل الداخلي إلى أنها تبقى مش سوية ومش نمائية هترتد على الخطوط الأمن القومي، وهنا كان التحذير في مساحة زمنية حاولوا تتوافقوا إذا كان هناك قواعد للتوافق، إذا كان هناك النية للتوافق، إذا كان هناك في تقارب حقيقي ممكن يحصل في اتصال، إذ لم يكن هذا
فالجيش هنا ممكن يبقى مسؤول عن عمليتين في وقت واحد، عملية تأمينية ولا بد أن يسيطر على العملية السياسية حتى تستوي مع التأمين ثم تعود. نعم، بهذه الجزئية أدب إليك دكتور محمود، ويعني تعليقك على التصريحات تحديدا فيما يتعلق بإعطاء الفريق عبد الفتاح السيسي مهلة أسبوع لكل الأطراف أن تتفق قبل 30/6. أولا بداية أنا أثني على كلام أستاذنا اللواء الدكتور محمود، وأضيف إليه أن كلام سيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي أمس يأتي في إطار عدد من المحددات. المحدد الأول هو ارتباط الأمن الداخلي بالأمن القومي الشامل لجمهورية مصر العربية. المحدد الثاني هو ارتباط حتى سياستنا الخارجية، يعني منظره أو محلله السياسة الخارجية وما نراه من تحديات خارجية على سبيل علاقات مصر بأثيوبيا وبعض دول الجوار يرتبط بالمكونات الاجتماعية للدولة، بالتماسك الاجتماعي، بالتكوين الاجتماعي، بمدى وجود لحمة وطنية شاملة بمعنى أشمل. هناك ارتباط وثيق بين الأمن الداخلي، الأمن الوطني الداخلي بمحدداته بمكوناته بتماسك الشعب المصري، وبين الأمن القومي الشامل. أحد تعريفات الدولة أنها تتكون من شعب وإقليم وحكومة، وأنها تمتلك وسائل الإكراه المادي المشروع. وسائل الإكراه المادي المشروع بتقع في يد الشرطة والقوات المسلحة. القوات المسلحة المصرية من أقدم المدارس العسكرية المصرية في العالم، ومن أكفأها، تعلم حدودها. أضيف لسيادتك نقطة توضح تصريحات اللواء الفريق أول عبد الفتاح السيسي، أن المناظرين الذين درسوا عمليات التحول الديمقراطي في العالم قسموها إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الوفاق القومي التي شهدتها مصر في 18 يوما في ميدان التحرير، ثم مرحلة تناحر أو تجاذب القوى السياسية. تصل هذه المرحلة إلى ذروتها لا قدر الله فيما شهده العالم من حروب أهلية، الحرب الأهلية اللبنانية، ثم ما تلبس الجماعات السياسية المختلفة التي قد تقع في حرب أهلية إلى أنها تجلس إلى طاولة المفاوضات وتقدم تنازلات، ثم ننتهي إلى مرحلة الرسوخ الديمقراطي. عملية التحول الديمقراطي بتبدأ من نقطة ألف، هي التحول من نظام ديكتاتوري تسير إلى رسوخ الديمقراطي. في الحديث من قبل الفريق أول عبد الفتاح السيسي من تصريحات تقول أن الجيش سيقف على يعني خط الحياد، إلى تصريحات تتحدث بشكل واضح عن تدخل الجيش إذا لزم الأمر. كما أوضح سيادة اللواء محمود، يعني هو هناك تصريحات جدا واضحة، ليست من المروءة أن نصمت أمام تخويف وترويع أهالينا المصريين، الموت أشرف لنا من أن يمس أحد من شعب مصر. يعني هذه أول مرة ربما يتحدث فيها أولا عن 30/6 بشكل مباشر، ثانيا عن التدخل وبشكل مباشر أنه سيأتي إذا تطورت الأمور. لماذا؟ هو سيادة اللواء محمود قال أن احنا وصلنا لمرحلة خطيرة، مرحلة أن مصر قد تدخل لا قدر الله في حرب أهلية، مرحلة تصريحات وتصريحات مضادة، مرحلة تصريحات أننا لابد أن نقصي الذين احتلوا مصر. هؤلاء وهؤلاء أبناء الشعب المصري وهم جزء من الشعب المصري، لن يستطيع معارض الرئيس أن يجمعوا كل الإسلاميين وأن يضعوهم في أن يلقوهم في البحر أو أن يحدثوا محرقة، ولن يستطيع الإسلاميون أيضا أن يجمعوا كل معارض الرئيس وأن يضعوهم في محرقة. هذا لن يحدث. تصريح الفريق أول عبد الفتاح السيسي جاء لماذا؟ لأن هناك تصريحات شديدة وصلت بالمجتمع خلال الأسبوع الماضي إلى حالة من الفزع والفزع المتبادل، وأطراف تتراشق ليس بالكلمات بل كادت أن تشتبك مع بعضها البعض في صراعات دموية. والجيش لابد أن يحمي الأمن الداخلي. يعني إذا كان هناك شريحة كبيرة من الناس والتيارات السياسية ترى أنه تصريحات الجيش لا تقبل التأويل، يعني هي تصريحات واضحة ومباشرة، إلا أن التيارات السياسية تعاملت معها بشكل مختلف، أن كل تيار يعني يحاول أن يصدر تصريح بأن هذه تصريحات على الطرف الأخر وليست عليه. بص يا أستاذ، حضرتك لمستي نقطة علينا نتكلم فيها بوضوح لأنها عبارة عن مرض بقى موجود. المفترض من نطلق عليهم النخبة أو من نطلق عليهم المهتمين سياسيا أو الناشطين سياسيا حينما يصلوا إلى درجة من درجة إلى أخرى يصلوا إليها بالعلم والتجربة. إحنا عندنا الناشط السياسي فجأة بيخرج من بيته يبقى ناشط سياسي،
وعندنا إنسان مجرد أنه ياخد شهادة أو بقى في مركز فجأة بيسمي نفسه نخبة. ومن هنا أصبح عندنا اختلاف شديد جدا في مفهوم التكاملية الثقافية السياسية. ومن هنا بيأتي لما يخرج على البلد حدث محدد بتجد حضرتك أن التصريحات والخارج الثقافي والخارج السياسي عبارة عن خارج ذاتي، ما هوش خارج تنظيمي. لو عندي خارج تنظيمي يبقى في خلافات يمكن أن وجهة النظر دي تلتقي أكتر من دي، أو دي بتشوف أنها تلتقي أكتر من دي، ولكن في ليميت وحدود للاثنين يفهموه. من هذه الحدود مفهوم الأمن القومي بتاع البلد، مفهوم الأمان العام للبلد، مفهوم عملية الإخوة، إن أنا بختلف معاك إنما في النهاية أنت مصري أنا مصري، أنت شكلك إيه أنا شكلي إيه، إحنا في بلد يهمنا أمنها. حضرتك بتصلي إلى نقطة إلى إن السياسي النهاردة غير مدرك هذا، وده اللي تم أحد التعبيرات في الكلام بتاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، إن الموقف اللي موجود أصبح لا يحتمل، لدرجة أنه بدأ يبقى فيه السياسي غير مدرك، ولا هو مدرك ولكنه يعني مصر أن يلعب سياسة؟ يعني لما تكون تصريحات بهذا الوضوح ثم تخرج شخصيات سياسية تتحدث وكأنه هذه تصريحات لا تخص التيار التي تنتمي إليه، ولكن تخص التيار الآخر. لا أنا أوصل مع حضرتك بقى لعمق أكبر من كده. ويمكن أنا أشرت إليه مرة في هذا المكان ووضحته أكتر بطريقة. أنا النهاردة مش مشكلتي الإخوان المسلمين بس، ولا مشكلتي هذا الاختلاف الفكري الشديد المنسب للإسلام بالخطأ، أو بدأ يخش في عملية طائفية إسلامية إسلامية. وشفنا امبارح حدث يعني لا يطاق بجميع المعايير، وبداية المعايير فيها الإسلام. أنا عندي ثلاث مشاكل. إن أنا عندي في مصر مع الأسف الشديد بالإسقاط اللي أنا بتكلم عليها ثلاث طبقات. أنا عندي النهاردة الطبقة اللي موجودة لو قدرت إن أنا أزيحها أو أرجعها أو تتراجع أو نتوائم بأنها ترجع، الأفكار اللي سيادتك بتقوليها دي واللي حضرتك بتقوليها واللي بتخرج من رموز سياسية بقوا رؤساء أحزاب بقوا رؤساء مراكز بحثية بقوا هذه الطبقة ستعود عندي باختلاف في منتهى الخطورة، وده لمسته بعد يوم 11 فبراير 2011. طب لو الطبقة الثانية دي توأمت مع وجود ان الطبقة الأولانية هتلف وراها عشان تبقى تكتل، هلاقي الطائفية طالعالي. انا عندي النهاردة جزء من الطائفية الإسلامية في منتهى الخطر، جزء من الطائفية المسيحية خطر، جزء من الفئويات خطر، وده بيعمل لي بالك ثالث. وهذا مش كلام نظري، انا النهاردة عندي تخطيطات دولية بتقوم على هذا الأمر. إذا أنا في أشد الاحتياج لفهم الكلمة اللي طالعة من مؤسسة لا تحب أن تحكم ولا تحب أن تدير، ولكن مسؤوليتها أن الإدارة تاخد السبيل السليم سياسيا. أمام الجميع مهلة أسبوع للتوافق، ما الذي يمكن أن يحدث في هذا الأسبوع؟ أسمع الإجابة منكم حول يعني إذا كان هناك أي طرف سيقدم أي ليس تنازلات ولكن يعني استعداد للتوافق خلال الأسبوع القادم، ولكن نتوقف عند هذا الفاصل القصير الذي يتخلله موجز لأهم وآخر الأخبار مع الزميلة فاطمة نبيل، ثم نعود ونستكمل هذا الحوار. التاسعة صباحا في القاهرة، مشاهدينا الكرام، هذا عرض لأهم وآخر الأخبار من الجزيرة مباشر مصر، أهلا بكم. يترأس الدكتور محمد مرسي ظهر اليوم اجتماعا